للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود بعد تحية، وكما تابعنا في نشاط السيد الرئيس، السيد الرئيس وجه باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، قراءتك لهذا الخبر؟ يعني بعد ما حصلت الدولة المصرية أو صنفت باعتبارها يعني واجهة الاستثمار الأولى داخل القارة الإفريقية، ويمكن ده بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعني بما لا يدعو مجالا للشك أنه أصبح الآن لدينا على كافة المستويات مناخا نستطيع أن نقول أنه جاذبا للعملية الاستثمارية، سواء كان يتعلق فيما يخص المؤشرات الاقتصادية المالية والنقدية أو حتى بعض المؤشرات السياسيه والامنيه اللي لها دور بشكل مباشر في توفير المناخ الجاذب للاستثمار، بل واصبحت كمان الدوله المصريه نموذجا يصدر دروس مستفاده لكافه دول العالم. يمكن الاستثمار بشقيه، سواء كان استثمارا مباشرا او غير مباشر، يمكن الاستثمار المباشر معناه ان ينتقل رجل الاعمال او ببناء مصنع او ببناء مكون معين، لكن الاستثمار غير المباشر وهو الشق الثاني وهو الشق لا يقل أهمية عن الاستثمار المباشر، وهو خاص بالاستثمار في الأوراق المالية أو في البورصة. ويمكن تم تحديد من خلال هذا الاجتماع اللي ضم حقيقة الأمر بالإضافة إلى السيد رئيس الوزراء مجموعة مختلفة، مسؤولين مسؤولية كاملة عن الملف الاقتصادي، سواء كان محافظ البنك المركزي، وزير التخطيط، وزير المالية، وزير التجارة والصناعة، حتى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. كل هذا التوليفة لأنه لابد أن يتم يعني قدر كبير من التنسيق بين هذه الوزارات والقطاعات لتحديد الشركات المرشحة لتداول أسهمها في البورصة. ويمكن بيأتي في ذات الإطار فكرة توطين الصناعات، وعلى سبيل التحديد صناعة السيارات الكهربائية. هذا تحديدا ما أريد أن أسأل حضرتك عنه الدكتور محمود، التأكيد الدائم من قبل القيادة السياسية والاهتمام بتعميق الصناعة الوطنية، ومثلما ذكرت حضرتك تعميق التصنيع الوطني بشكل خاص للسيارات الكهربائية، يعني أهمية أن يحدث ذلك في هذه الفترة تحديدا في هذا التوقيت، تعميق الصناعة الوطنية. طيب، يمكن هذا الامر بيعطي اكثر من دلاله على المستوى الاقتصادي. اولا، فكره توطين الصناعات بشكل عام ده له مردود على سعر صرف العمله، على الفائض في الميزان التجاري، لانه في النهايه ده بيقلل من حجم فاتوره الواردات، وبيرفع مستوى رفاهيه المواطن، لانه بيوفر له سلعه دون جمارك، وبالتالي ده ليه علاقه بمستوى رفاهيه المواطن. لكن حينما نتحدث بشكل تحديدي عن السيارات الكهربائيه وتفاصيل هذا الامر، بتتفق الى حد كبير مع معطيات او التصورات والمصطلحات التي طرحتها جائحه كورونا، واللي بتتصدر الان عمليه الاقتصاد. اولا، الاعتماد على الطاقه النظيفه بدلا من الطاقه التقليديه، ثم فكره الرقمنه او الاعتماد على التكنولوجيا، الصناعات القائمه على التكنولوجيا. ويمكن بيظهر هذا في التفاصيل هذا الامر، سواء رفع مستوى القدرة التكنولوجية داخل الدولة والتحول الرقمي، تحويل خطوط الإنتاج لتعتمد أكثر على الذكاء الاصطناعي، ثم بعد ذلك تدريب الكوادر البشرية نفسها علشان تكون القاطر في هذا الأمر. لأنه الآن أستطيع أن أقول أنه العنصر البشري خصوصا بعد جائحة كورونا أصبح أهم عنصر من عناصر العملية الإنتاجية، يمكن كمان بيأتي قبل المواد الخام التي تمتلكها الدولة. فكرة توطين الصناعات الكهربائية بيتسق إلى حد كبير مع كل ما يطرحه الوضع الاقتصادي الآن فيما يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا، فيما يتعلق بالاهتمام بالعنصر البشري. ويمكن كمان بيدعم هذا الأمر لأن لدينا يعني بنية تحتية مؤهلة إلى حد كبير في هذا الصدد، سواء فكرة فيما يتعلق بالتحول الرقمي أو حتى وجود المدن الصناعية الموجودة على كافة مستوى الجمهورية، يمكن أن تدعم هذا الأمر، بالإضافة إلى الصناعات المغذية أو ما يطلق عليه الدوافع الأمامية والخلفية التي تدعم مثل هذا النوع من الصناعات. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.